Sa'adidin Pastry is a national Saudi company that today is considered one of the largest companies in the Kingdom of Saudi Arabia and the Middle East, specializing in producing and marketing a variety of Arabic and Western pastries and chocolates. حلويات سعدالدين هي شركة بدأت في عام 1976. كانت عبارة عن محل تصنيع حلويات مدينة الخبر وفوقه معمل. والحمد لله الشركة استلمها الجيل الثاني في 1993. الشركة كان فيها محلين وكان في مشروع فتح محل ثالث في الرياض. الجيل الثالث سوى بوستينج للشركة وتحرك فيه بشكل كويس هو أنا وإخواني الحقيقة. والآن الحمد لله سعد الدين اليوم في 2014 عنده حوالي 106 فروع وفي حوالي 5 مناطق إنتاج، 5 مصانع تقريبا ننتج منها. والشركة فيها عدة موديولز، طبعا احنا نصنع حلويات ونبيع الحلويات في محلاتنا ونبيع برضو جملة لبعض الكوفي شوبس بعض المنتجات. نفس الوقت عندنا طبعا نظام مشتريات آجل وكاش، وعندنا نظام حسابي كامل، نظام HR كامل، نظام Point of Sale كمان هذا كان موجود. كنا نستخدم برنامج محلي الصنع بسيط نوعا ما ولكنه فادنا يعني في آخر حوالي 7 سنوات، وقبله كمان 3 سنوات كنا نستخدم برنامج كان أقل منه قدرة. كان لازم ننتقل نقلة نوعية لأن الشركة ابتدت تتوسع في عدد المصانع في مناطق الإنتاج، صار عندنا في السعودية وفي الكويت وفي البحرين. حلويات سعد الدين من المشاريع المميزة اللي اشتغلنا فيها. تطبيق برنامج داينامكس اي اكس ريتيل فيها ما كانش سهل، لأن واحدة من التحديات اللي شفناها في سعد الدين إن عندهم حوالي 5 مصانع وعندهم 106 محل للتقريب، والربط اللي بين المحلات والمصانع لازم يكون أونلاين، لأن المحلات بتبعت طلبيات للمصانع والمصانع بترد بعد كده من خلال خطوط الإنتاج بالنتائج. وأنت بتتكلم عن صناعة أغذية، الجودة فيها شيء أساسي. الحقيقة صرنا نشوف البرامج اللي موجودة في السوق، درسنا تقريبا معظم البرامج اللي على قد الشركة حقتنا، شفنا المايكروسوفت، شفنا ساب، شفنا أنظمة أخرى، استقرينا في الآخر على المايكروسوفت. لما جينا المايكروسوفت لقينا أنه الاكسبتر اكس هو أفضل شيء بيناسبنا، ابتدينا نتكلم مع البارتنرز. كان هدفنا في البارتنر يكون بارتنر عنده 3 شغلات، عنده مقدرة أنه يوصل لمناطق المملكة مثل الرياض الشرقية جدا، عنده عدد ستاف جيد يقدر يلبينا في حالة احتاجنا مساعدة، وأهم حاجة كانت بالنسبة لنا أنه عنده تجربة سابقة في نفس المجالات اللي احنا نبغاها وبالذات في التصنيع، يعني المجالات الأخرى وبالذات في التصنيع كان بالنسبة لنا هذا هو الشيء المهم. Microsoft Dynamics AX is an enterprise business solution that supports operational and professional processes of organizations. This single solution comes with localizations for over 35 countries and is used by major manufacturing, retail and service organizations in the Middle East and worldwide. واحدة من الأفكار الغير تقليدية اللي تم تطبيقها في مجموعة سعد الدين هي فكرة الماجنتيك كارد. الماجنتيك كارد عبارة عن فكرة بسيطة، احنا حطينا مع كل بياع بوينت اوف سيل بيعدي عليه الماجنتيك كارد من خلال الأكواد اللي اوريدي مكونينها للأصناف بتاع سعد الدين. الماجنتيك كارد بياخد الصنف اللي طلبه العميل والكمية المطلوبة، بيضرب الكلام ده في السعر، يعدي على القسم الثاني بيقوم بنفس الموضوع، القسم الثالث بيقوم بنفس الموضوع، يوصل في الآخر للمحاسبة، كاشير بينزل الكلام ده كله عنده في فاتورة واحدة، يحاسب الزبون ويمشيه في ثواني معدودة. طبعا استفدنا كمان انه نلغي العمليات الورقية بالفرع كليا وتصير كل العمليات كمبيوترايزد. بالإضافة إلى ذلك طلبياتنا اليومية والطلبيات الخاصة اللي كانت تيجي للأفرع كانت تتم إرسالها عن طريق الإيميلات وعن طريق الفاكس، وكان نواجه صعوبة في عملية الإنتاج وحصر الكميات وإنتاجها. الآن كل ما على مدير الفرع أنه يدخل طلبيته اليومية والطلبية الخاصة على السيستم، وهي بتسوي العمليات الكالكوليشن في الإنتاج بحيث أنه تطلع الكمية اللي يجب إنتاجها لجميع المناطق. النقاط اللي كنا نبغاها تحققت تقريبا بالكامل، يعني ابتدت الأمور تتغير. طبعا الميزة أنا اللي أشوفه البرنامج من ناحية إدارية انه مثلا انا ابغى اشوف الكي بي ايز حقت كل واحد، معايير قياس الاداء وكيف قاعد يؤدي كل مدير، هذه تطلع على طول في الشاشه. مجرد ما تفتح الشاشه كل واحد يطلع عنده الارقام اللي هو مسؤول عنها، فيقدر يتابع يوميا ايش الاشياء اللي عنده. انا من هاي من الاشياء اللي شفتها جيده الورك فلو حق البيبر ورك، كان ورك فلو جيد، الاوراق تمشي بطريقه مسلسله، الحسابات تمشي بطريقه مسلسله جيدة، يعني تقدر تسوي عليها فولو اب اذا احتجت حاجة. يعني في اشياء ما كانت موجودة سابقا عندنا زي الامور هذه، فساعدتنا انه نخلي البرنامج يكون افضل بشكل او باخر.